لا تعد رباعية الزمالك في شباك سوار الغيني المكسب الوحيد للفارس الأبيض من الفوز الهام والمستحق على منافسه في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية، حيث حقق الزمالك عدة مكاسب أخرى، أولها التربع على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد سقوط ساجرادا الأنغولي في فخ الخسارة أمام أبو سليم الليبي بهدف نظيف، ليتساوى بطلي أنغولا وليبيا في عدد النقاط برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما يتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط، وهو ما يمنح الزمالك فرصة ذهبية لحسم تذكرة الصعود مبكرا عند مواجهة ساجرادا في الجولتين 3 و4. كما يعد انتصار الزمالك على سوار الغيني استمرارا للانتفاضة البيضاء، وهو الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة معتمد جمال في 3 بطولات مختلفة. كما تعد أبرز مكاسب الزمالك من اللقاء تطور المنظومة الدفاعية بشكل كبير، فلأول مرة منذ بداية الموسم يحافظ الفريق على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية بعد نجاح معتمد جمال في تحسين الأداء الهجومي والدفاعي، لتكون حصيلة الفريق تحت قيادته الفنية هي تسجيل 10 أهداف واستقبال 3 خلال 4 مباريات. كما نجح الزمالك للمرة الثانية في تاريخه في افتتاح دور المجموعات بتحقيق 2 فوزين متتاليين، وهو ما حدث في نسخة الكونفدرالية موسم 2015 عندما فاز الأبيض على الصفاقسي التونسي وأورلاندو الجنوب إفريقي في بداية المشوار، كما نجح الثنائي شيكابالا وزيزو في الوصول للهدف 72 في مسيرتهما مع الزمالك، لينفرد اللاعبان بالمركز 8 في القائمة التاريخية لهداف الزمالك.